احنا النهارده ان شاء الله عندنا المحاضره رقم 7 في ماده الموشن كنترول. احنا كنا بدانا مع حضرتك المره اللي فاتت واللي قبليها، كنا بنتكلم على البي ال سي، وقلنا ان البي ال سي ده يعتبر هو الكمبيوتر بتاع حضرتك اللي تقدر من خلاله تبرمج عشان توصل الى الكنترول بتاع البروسيس الموجوده مع حضرتك. فكنا اتكلمنا يعني ايه بي ال سي، وايه هي المين كومبوننتس بتاعته، وايه الفرق بين المودولار بي ال سي والفيكسد بي ال سي. وبالتالي عرفنا ان في انبوت موديول واوتبوت موديول بيوصل عليه انبوتس اللي هي السنسورز بتاع البروسيس بتاعتك. قلنا دي بيسموها الحساسات، وبعض الاحيان الجماعه الفنيين بيسموها المجسات، ساعات بيسموها المجسات اللي هي السنسور يعني. وعندنا الاوتبوت موديول بتوصل عليه الاكشويترز عموما زي البامب والبلب والانديكيشن لامب او لمبات اللي هي البيان زي ما بيقولوا، واي حاجه تقدر تستخدمها لتشغيل اي جزء من العمليه الصناعيه الموجوده معك. النهارده والمره اللي فاتت كنا اتكلمنا على لغات البرمجه المختلفه، قلنا عندنا كذا لغه برمجه من ضمنها اللادر دايجرام، او في بعض الاحيان بيسموه لادر لوجيك دايجرام اللي هو المخطط السلمي، او الشكل اللي حضرتك بتبرمج بيه كشكل جرافيكال. منه عرفنا ان في حاجه اسمها ليست انستراكشن او انستراكشن ليست اللي هو طريقه البرمجه او تكوين اللادر دايجرام بنفس الايه؟ الشكل بتاع الاوامر اللي انت بتستخدمها في لغات البرمجه المختلفه. طبعا زي ما قلت لحضرتك اللي بيفرق من مصنع للاخر او من شركه للثانيه في البي دي سي هو شريط اللادر دايجرام شكله عامل ازاي؟ الرموز اللي بيستخدمها او الادريسنج اللي هو بيستخدمه عشان يحط العنوان بتاع السنسور بتاع حضرتك او الاكشويتر متوصل فين على انهي انبوت واي اوتبوت في البي دي سي بتاعك. وقلنا ان من بعد الانستراكشن ليست واللادر دايجرام في عندنا حاجات جرافيكال اخرى زي حاجه اسمها الجرافيك دي بيستخدمها شركه تيم ميكانيك او شركه شنايدر، برضو نظام بلوكس بيقدر يوصلها. ممكن البلوكس ديت تبقى موصله ان هو ممكن يعمل الاند جيت والاور جيت والاكس اور والحاجات دي في هيئه بلوك دايجرام بيسموه فانكشن بلوك، او ان هو يعمل البرنامج بتاعك كشكل سيكونس زي الفلو شارت اللي احنا اتكلمنا فيه قبل. فكنا خدنا تمهيد كده او مقدمه بسيطه. النهارده انا حابب ان انا ابدا مع حضرتك في بعض الابلكيشن الصغيره اللي احنا ممكن منها ازاي نعمل. طبعا الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، حته ستارت ستوب بوش بوتون، وانا محتاج اعمل موتور اوبريشن من خلال الستارت ستوب، يعني عندي موتور عايز اشغله بستارت واوقفه بستوب، والزياده عندي ان انا عندي اوفر لود. الرسمه الموجوده قدام حضرتك دي بتوضح الكلام. ممكن تستفيد ايه من الرسمه الموجوده قدامك؟ عندي تو بوش بوتون، اول حاجه بركز فيها ان هو نورمال فاضي، الستوب بيبقى نورمال كلوز، وتلاقي الوضع بتاعه بيبقى ايه؟ الطبيعي بتاعه ان هو مدي واحد، لو ضغطت عليه بدي ايه؟ بدي زي. البي ال سي بتاع حضرتك هو الموتور ايا كان نوعه، سواء كان دي سي او اي سي او ايا كان الشكل الموجود قدام حضرتك، في عندي حاجه اسمها ايه؟ الستارتر الموجود معايا. هنسيبنا من الاوفر لود، انا محتاج اقف هنا شويه. هو ده انا بحطه ليه؟ لما كنت وصلت الموتور مباشر خالص ينفع؟ ها؟ ليه؟ لان الموتور زي ده زي ما هو واضح قدام حضرتك كده، ده موتور اي سي، ممكن احتاج في بعض الاحيان اوصله دلتا او اوصله ايه؟ ستار. وبعض الاحيان بيقول لك شغال من فتره زمنيه ستار وشغال بعد كده اقلبه ايه؟ دلتا، او شغاله دلتا وبعد كده اقلبه ايه؟ اقلبه ستار. تمام؟ فهنا بيحط لك الكونتاكتور بتاع حضرتك او الريلي الموجود معاك المساعد ان هو ايه؟ في توقيت او في تشغيل الجول او توصيل الموتور بتاع حضرتك على السبلاي الاي سي سبلاي الموجود عندنا. فانا لما بشغل البي دي سي او بدي امر البي دي سي بيشغل الايه؟ الكويل بتاع الستارت اب او بتاع الكونتاكتور بتاعك او الريلي. وسبق قلت لحضرتك لازم تبقى عارف الفرق كويس قوي ما بين الريلي وبين الكونتاكتور،
مين في نقط مساعده، مين ما فيهوش نقط مساعده. هل يا ترى لما تشوف شكل الستارت اب او شكل الريلي او شكل الكونتاكتور تقدر تحدد نقط الموجوده عليه اللي هي النورمال كلوزد والنورمال اوبن ولا ما تعرفش؟ دي برضو حاجه من الحاجات بتاع السكيماتيك ديجرام يسموه، او الرسمه بتاع الايه اللي انت شفتها هنا، رسمه اهي صح مش كده. اهم حاجه تبقى عارف مين نورمال اوبن نورمال كلوز مع الرسمه. يعني عايزك لما تفتح المانيوال بتاع اي مكنه طبيعي ان هو يرسم لك ايه رسمه زي دي كده مش كده، فيها الستارت الهاد بتاعتك او الكونتاكتور بتاعتك. لازم تعرف شكل النقطه النورمال اوبن نورمال ايه نورمال. لو حبينا نبدا بحاجه زي كده، كم انبوت عندي؟ ها؟ طبعا الكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت. كام؟ اثنين موجودين عندي صح؟ وان اوتبوت الموجود معايا سواء كان الموتور مباشره او الكويل بتاع الايه؟ الكونتاكتور الموجود معاه. فده شكل التوصيل اللي موجود معايا على الاوتبوت الانبوت موديول اهو. عمل ستارت وعمل ستوب وهو حاطط لك ايه؟ اوفر لود زي ما احنا قلنا. والاوفر لود ده فايدته طبعا منه انواع. لو احنا خدناه اوفر لود حراري يبقى احنا لازم يبقى وضعه ايه؟ نورمال كلوز كونتاكتور موجود معايا او كويل موجود مع حضرتك عشان يقدر الدايره شغاله زي الفل. يبقى هو كده جاي من ايه؟ من ده. الاول موجود هيبقى عليه الستارت اب بتاعي او البلاي بتاعي او الكونتاكتور اللي موجود عندي، ومنه ايه؟ الموتور الموجود عندك. طيب لو حبينا نعمل البرنامج ده باستخدام اللادر دايجرام نعمله ازاي؟ باي نوع بي ال سي؟ انا يهمني زي ما قلت لحضرتك شكل اللادر دايجرام وليس الادريسنج اللي على اللادر دايجرام. لو حبينا نعمل ده نعمله ازاي؟ ها؟ احنا عملنا المره اللي فاتت مش كده؟ نقط البوينت بتاعتي بتاع الباور اهي ال والان اللي احنا طلبناها كده وال 1 وال 2 في الرنج الموجود معايا. انا محتاج دلوقتي عندي مفتاح ستارت مش كده؟ وعندي مفتاح ستوب بس معكوس. ده هيروح على مين؟ على الكويل بتاع الستارتر الموجود مع حضرتك او الكويل بتاعنا. في بعض الاحيان عشان برضه يبقى الكلام ايه واضح ساعات بيعملوا كده. في بعض الغوات البي اي سي او بعض انواع البي اي سي بدل القوسين دول بيعملوا ايه؟ شكل دايره بس. الرموز زي ما قلت لحضرتك ايا كان الرمز الموجود مع حضرتك هنا، في ناس بتشتغل اي 0 دوت 0 و اي 0 دوت 1 الموجود معايا، وده يقول لك يو 0 دوت 0. ساعات ناس تحط في المية زي شنايدر وساعات ما تحطش، مش هيفرق معايا. زي ما قلت لحضرتك انت بترجع للمانيوال بتاع حضرتك وتعرف البي سي بتاع حضرتك شغال ايه؟ شغال ازاي؟ طيب مين ده؟ الدايره كده اكتملت عندي؟ ليه؟ لان انا لو ضغطت ستارت، ستارت ده نورمال اوبن صح؟ لما اضغط عليه يعني اعمله بريسنج، احنا هناخد ثلاث امثله النهارده قبل ما نخش في التايمر، بس محتاج من حضرتك ايه تركز معايا فيهم عشان يعني هم بصوت لكن ايه محتاجين نركز. لما اعمله بريسنج يبقى بديم كام؟ ادي واحد صح؟ يعني السكه دي اتقفلت مش كده؟ الستوب انا ضغطت عليه هو نورمال كلوز، هو كده كده مدي كام؟ مدي واحد. يبقى السكه دي برضه ايه؟ مقفوله. الكويل شغال ما اشتغلش، بس ده بوش بوتر مش كده؟ صح ولا ايه؟ ده بوش ايه؟ بوش بوتر. مجرد ما تضغط عليه هتفضل ضغط عليه طول النهار؟ لا، هتسيب ايدك. فاحنا قلنا نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها اللاتش. اللاتش ده هو الحفاظ على وضع المفتاح الموجود مع حضرتك. مجرد ما حضرتك تضغط عليه بياخد اللاتش الموجود معايا، عشان كده بناخد من ايه؟ من دي. هي عباره عن اللاتش. فهنا هناخد الكيو 0 دوت 0 الموجود مع حضرتك اهو، هو عباره عن اللاتش. قلت لحضرتك المره اللي فاتت ان ممكن عشان اريح نفسي واستخدام الستارت ستوب محطوط في حاجات كتير في تشغيل موتور وبلب وبلب وكلام من ده، فبياخد دي على ميموري وورد او ميموري. ممكن يبقى يديها اوت كيو 0 دوت 0 ويرجع تاني يستخدمها دي الميموري، ويرجع تاني يقول لك والله لما اشغل او تيجي حاله الكيو 0 دوت 0 اشغل بيها الكيو 0 دوت 1 الموتور الموجود عندك. هو ده اللي هو هيعمله عندنا هنا. ده اللي هو عمل هنا. هذا الستارت اي 0 دوت 0 زي ما انت شايف. اي 0 دوت 0 موديل في المية دي. فشركة الصين هتحط في المية، في شركات تانية ما تحطش. اي 0 دوت 1 سيبنا من اي 0 دوت 2 دلوقتي. وياخد الفرق على كيو 0 دوت 0 اللي هو موصله بيه. ممكن في بعض الاحيان يسميها كيو 0 دوت 0 زي ما هنشوف بعد شوية. وفي شركة شنايدر مثلا في سيمي في النانو بي ال سي ساعات بيسموها ام.
ميموري، واديها برضو رقم او عنوان. فاهم مكان الميموري؟ انا في زوجة واحد لغايه ايه 64 ميموري موجود عندك او ميموري وورد نحطها. طبعا زي ما قلت لحضرتك انا ماليش التفاصيل دي، يعني دي ما تهمنيش قوي قد ما انت تروح بقى تشوف هتشتغل على انهي نوع بي سي وتروح تشوف في برنامج ازاي. لكن تبقى عارف ان انا ممكن استخدم دي كاوت مباشره زي ما هو استخدمها هنا كده، لان هو وصل الاوت بتاع الموتور عندي على كي 00 خد رقم واحد، او ان انا ممكن استخدمها كميموري سواء بالكلمه ام او كي 00 واخد دي اشغل بها الايه؟ الموتور بتاعي. يبقى دي اسمها ده الموتور بتاع او الكونتاكتور بتاع الموتور الموجود عند حضرتك. طيب ناقص عندنا ها الاوفر لود اللي هو بيتكلم عليه، صح؟ الاوفر لود ده بيتحط فين؟ عايزك برضه وانت بتحل او انت بتعمل حاجه زي كده تبقى فاهم انت بتعمل، مش كده؟ هو الاوفر لود ده فايدته ايه؟ لو قطع يفصل الموتور، مش كده؟ طب لو انا حبيت احطه فين؟ احطه هنا ولا احطه هنا؟ ها؟ ما ينفعش احطه تحت؟ ها؟ عايزك تبقى دماغك دي فيكسبل ما توقفهاش، صح؟ بمعنى اصح انا اسف الكلمه انا ما تصدرهاش. السؤال بتاعي دلوقتي الدايره اللي موجوده قدامك دي حد معترض عليها؟ ستارت ستوب اللاتش بتاعي خدت دي على ميموري سميتها احمد، بلاش بقى كي 00 بلاش كي 00 سماها ايه؟ عشان ما حدش يطلع ايا كان بقى ام كام؟ خدت الام، لما تشتغل الام دي لما دي تبقى بواحد الموتور ايه اللي هيحصل له؟ يشتغل، مش كده؟ انا بسال دلوقتي الاوفر لود اللي احنا بنتكلم عليه هو عباره عن مفتاح، والمفتاح ده وضعه نورمال كلوز. احطه فين؟ احطه فوق ولا تحت؟ ولا احطه في الاثنين؟ لا ده ميموري، ده ميموري وورد اهو. عشان ايه؟ في برنامج طويل عندي 50 60 رانك هستخدم الايه؟ نفس حل الستارت دي، اقول لك البامب دي مش هشتغل لما ده يشتغل، الموتور ده مش هشتغل لما الستارت الصوت بيشتغل، يبقى ضامن ان ايه؟ كل العمليه معتمده على الخارج ده. يبقى اي رانج جايه، اي رانج جايه هنا كده تحت فيها مين؟ لازم ام دي تبقى داخله فيه، تمام؟ اذا كانت هي اكشويتر مختلفه عن الموتور او ملوش علاقه بالموتور بتاعه. ها سؤال تاني، احط الاوفر لود ده هنا ولا هنا ولا في اتنين مع بعض؟ حط فوق. ها الاوفر لود ده بتاع مين؟ بتاع موتور، صح؟ يبقى احطه في سكه مين؟ الموتور بس. لان انت لو حطيته فوق، لو حطيته فوق ايه اللي هيحصل؟ خلى الميموري دائما لو فصل، انا بقول لك ايه، خلي بالك بس، عشان كده قلت لك المره فاتت كلمه مهمه قوي، لازم تبقى فاهم السيكونس بتاع البروس بتاع حضرتك شغال ازاي. ركز معايا معلش، استنانا وهدور انت عايز. انا حطيت ده في مين؟ ده متوصل مع مين؟ مع الموتور، يبقى لازم تحط في سكه الايه؟ الموتور. ليه؟ لان انا قلت لك البامب ملهاش علاقه بالموتور، والبامب كان فاصل، الموتور كان فاصل، وانت جيت حطيت الاوفر لود بتاعه هنا اصبح ايه؟ الميموري بكام؟ بصفر. البامب هتشتغل؟ عمرها ما هتشتغل. واضحه؟ يبقى انا بحطه فين؟ لا مش كل حاجه مرتبطه ببعضها، ولا انا غلطان؟ في اعمال صناعيه ممكن الموتور يشتغل خط انتاج، وفي بامب ثانيه او بامب ثانيه او حاجه ثانيه خالص مالهاش علاقه بالموتور ده. الكلام ده بتتكلم في امتى؟ اه الموتور ده لما يخلص البامب تشتغل، لما البامب تشتغل البامب تشتغل، في سيكونس. دي قصه ثانيه، عشان كده بقول لك انت لازم تبقى فاهم. لو انت بتتكلم في اللي انت بتتكلم اه ده معتمد عليه ممكن احطه فين، بس هو طبيعي واللوجيك ان انا احطه فين؟ في سكه الموتور. هو ده اللي هو عمله هنا لما استخدم ايه؟ لما استخدمها مباشر بالشكل الموجود قدامك رنج واحده ما استخدمش ميموري هنا، وعمل ايه هنا؟ هذا الستارت بتاع حضرتك ثم الستوب، تمام؟ ثم الاوفر لود الموجود مع حضرتك اهو اللي هو من تيم واحد، ثم الايه؟ ثم القيمه الموجوده عند حضرتك. حد ناقص حاجه؟ اشمعنى دول عملهم بطل يعني؟ ها؟ دي تفرق عاملنا عاملينه، صح؟ مش كده ولا ايه؟ احنا دلوقتي لما نحط الاوفر لود هنحطه ازاي؟ خلينا نشتغل على اللي هو عامله. الناس اللي متاخره ليه يا حضرتك؟
اظن يعني انت ايه نزلت من المحاضره بتاعه دكتور فيه المفروض تخلي عندك شويه من الاحمر وتنزل تجيب اللي هتشربه او تاكله وتطلع، لكن مفيش دم مش كده؟ يبقى الاوفر لود الموجود مع حضرتك اهو ان انا احطه ده الاوفر لود تمام. انا هنا مستخدمه ايه؟ شايف الشرط اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت؟ دي احد طرق البرمجه تعتمد من شركه للتانيه صح؟ هنا في البرنامج اللي هو ده اتفرج ايه؟ فاكر الحته بتاع الالوان؟ المره اللي فاتت كنا رسمنا رسمه ثانيه انا كده، فاكر الرسمه دي؟ ممكن اعمل لك ايه؟ حته خضراء كده شمال ويمين، فدي برضه ايه؟ فروق فرديه ما بين كل شركه وايه؟ والثانيه الموجوده عندها. عشان كده بنقول ايه؟ أول ما أنا بعملها بص كده، معرفش الناس شايفها ولا لا، شايف الضغطة دي عمل إيه وصف بتاع الصدر؟ ده السيميوليشن أو الران اللي إحنا بنتكلم عليه. لو خدت فيه بعض الصوت كبير تقدر تشوف البرنامج هو شغال. لما ضغط هنا على الستارت إيه اللي حصل؟ الزرار الأخضر ده أو الزرار بتاع الستارت ده عامل الأخضر إيه؟ أخضر دي معناها الكلام بإيه؟ واحد والستوب بواحد والأوفر لود بواحد، لأن هو النوم مقلوب مش شغال لسه ما ما حصلش بيه عليه اوفر لود، وبالتالي ايه؟ الموتور هيبدا يشتغل. الموتور لما اشتغل شاف الحته الحمراء دي كانت من شويه ايه؟ ها؟ فهو دي كانت احمر من شويه صح؟ كانت الوضع ده كان ايه؟ عند الصبح انا ما كنتش ضاغط اي حاجه، السكه لسه مفتوحه عند الستارت الاولى عندي، فاكر بقى السكه مثلا احنا بنتكلم عليها. فلما ضغطت الستارت هنا بدا السكه من اللاين ده للاين ده السكه مقفوله، وبالتالي الموتور ايه؟ بدا يشتغل مع طيب في النكست سكان ايه اللي هيحصل؟ لو الكود دي يعني النكست سكان سايت ايه؟ ها؟ انت ضغطت ستارت فراح جاب حل المفتاح ده بتاع الستارت وراح شاف حل على البي بي سي فلقى بواحد صح؟ طب واحد 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 المفروض ده ايه؟ اشتغل شلت ايدك كده. فالنكست سكان سايت يعني ايه؟ هيلاقي ان المفتاح اتشال يبقى الموتور المفروض ايه؟ يقف. لو موجود مين؟ اللاش ده حافظ على قيمه المفتاح لغايه امتى؟ لغايه ما اجي اوقع على المفتاح الايه؟ الستوب اللي موجود معايا. بص كده النكست سايت عمل ايه؟ برغم ان حضرتك شلت ايدك من على المفتاح ها؟ اللي هو عايزين توصيله ده ما زالت السكه الخضراء انت شلت ايه؟ شغال مش كده؟ يبقى السكه ايه؟ واصله وما زال الموتور ايه؟ الموتور شغال. شوف بقى الخطوه اللي عليها لما هنا يحصل بريسنج ايه؟ البوش بوتوم ستوب. ايه اللي يحصل؟ الراجل اللي هو ضغط المفتاح شايف ايه اللي حصل؟ محدش حاجه. فلما كان الاثنين لابسين بعض المفتاح نزل تحت صح؟ بقى نورمال يجو مش كده؟ او بقى فوق يجو دلوقتي تمام؟ فبدل ما كان 100 واحد بقى قد كام؟ ايه ده صفر. فالخطر اللي كان عليه ايه؟ اتشال دلوقتي في الحاله هنا عندي ها؟ في سكه مفتوحه بقى مقفوله حتى لو انا واخد ده بواحد مش كده؟ ده كده كده ايه؟ السكه اتفصلت عند الحته بتاع ايزو دوت واحد دي، وبالتالي الموتور هنا كونتاكت او الموتور بتاع المستقبل بتاعي فصل الموتور اللي انا عندي. طيب بص كده كل صوت بص صوت ريليس يعني ايه ريليس؟ بدل ما كنت ضاغط عليه 60 ايه اللي هيحصل؟ ها؟ عاملين لك قد كام؟ بالصفر صح؟ مش كده ولا ايه؟ عندنا ده كام؟ بصفر. فالفيوز اللي كام؟ بصفر. وانا سبت ده حتى لو ده رجع واحد الاخبار الثاني ايه اللي هيحصل؟ السكه كده كده مقطوعه على مين؟ عشان الستارت بصفر برضه مش كده؟ بص كده عشان احنا هنا حاولنا نسيبها كسيكونس عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لما ضغط المفتاح هنا كان فوق اوف والموتور كان اوف فده كام؟ ها؟ لازم اقول صح؟ يبقى زيرو صح؟ هنا بقول لك انا سبت الوقت بعد ما كنت ضغط بتاع الصوت سبت ايه؟ فالمفتاح رجع لوقت الابيض انت كام؟ انت واحد وعايز اقول لك الوقت انت كام؟ وده هو المفروض انت شايف ده وما زال الصوت الصوت متواصل ضغط الصوت بس انت مقطوع عشان الموتور ايه؟ فالموتور اوف صعبه؟ في ناس بس بتسال في الستوب ستوب بتاعنا اعمل يا عم ستوب ستوب اعملها لي ريلي كنترول واعملها لي فيز نحط لك بقى شويه حاجات ايه؟ توابل كده حوالين حط لي لمبه بيان زي ما احنا شفنا في الجاي حط لي لمبه بيان تدل ان المفروض ده لما يتضرب يبقى الاثنين انتفاضه لما يتمر يبقى او لما يقعد يبقى الاثنين ايه لما حمر
شويه حاجات، لكن في الاخر اصعب حاجه هنا في التوصيل هي توصيله الريك كنترول. معلش هقولها تاني للمره الالف، انا قلتها مخلص كذا مره. لو سمحت انزل مجهود شويه عن حته الستارت ستوب للموت. الموتور ممكن يشتغل جوان كونتاكتور بس لو هو سنجل فيه صح؟ لو قلتها فيس مش عارف جوان كونتاكتور يشتغل واحد برضه صح؟ يشتغل ايه؟ يشتغل واحد برضه بس ايه؟ يستعجل هنا هو مدود معروف ان هو شغال صح مدود اشتغل ليه بس؟ لا هو محتاج واحد بس عشان ايه؟ الوسط ها؟ لو انا محتاج بقى شغال صفار ودلتا ثلاثة يا معلم ثلاثة ليه؟ واحد هتوصله صفار واحد هتوصله دلتا واحد هيجي ما بينهم مش كده؟ من الله مش عايزك تستعجل انت عايز تشتغل ايه؟ قول له والله صح ودي حق بس ده لوحده ده لوحده ده قصه ودي قصه ماشي نو كونتاكت واحد ولا ايه واحد فانا هقول له ليه كونتاكت عشان يبقى ايه؟ يديك الحريه يبقى ليه كونتاكت واحد ليه خلاص انا هاخد الثلاثه فيز موجوده عندي واشوف شكل الستار ازاي بتوصل ازاي واقوم موصله على ايه؟ على الثلاث سلوك بتوع الجروب لكن لما اقول لك ستار وديتا وايه اللي ما بينهم؟ ها؟ انا محتاج ايه؟ ستار على توصيله كونتاكتور وديتا على كونتاكتور وواحد ايه؟ يبدل ما بين الايه؟ الاصفار دي والدلتا موجود عندك تعالى نشوف بسبب طريقتين. هنا نفس المثال اللي موجود مع حضرتك ستارت ستوب برضه مع اوفر بول مع لايت ديكيت. الرسمه دي انت فاكر يعني الرسمه الثانيه. الاثنين دول بس الرمتين اللي باين دول ثم لايت ديكيت موجود عندي. لايت ديكيت موجود قدام حضرتك ده لما تطلع تشيل الجزء المطلوب او لما تطلع تشيل الالقاح ايه؟ ايه اللي هيحتاج عندي هنا؟ طبعا احنا في البرمجه يا حضرات يعني عود نفسك كده في البرمجه وانت بتحل السؤال ده في امتحان او في غيره لازم تحدد الانبوتس والاوت طبعا كعدد ومسميات عندي هنا كام انبوت؟ ثلاثه عدد صح؟ انت ليه بتستعجل في الرد؟ هو فين الاثنين يا عم؟ هو بص على الرسمه ما بصش على الكلام. صح؟ عشان كده احنا في السؤال في بتاع الامتحان اقرا سؤال الامتحان حلو. اقرا الكلام حلو يا حاج. مين؟ ستارت ستوب بوش بوتون هم دول اللي حطهم لك ومين؟ يبقى كام انبوت؟ ثلاثة. كام اوتبوت؟ ثلاثة. مين؟ الموتو او الفلتر بتاعي او الكونتاكتور بتاعي ها واللمبه الخضراء دي واللمبه دي الحمراء دي اول خطوه بتعملها في حل السؤال ده طب احنا هيجي لنا سؤال الاسبوع الجاي بي ال سي ها عشان كده انا واخد وقت النهارده من المحاضره لثلاث اربع امثله او ثلاث امثله يشتغلوا معانا الخطوه اللي بعد كده الادريسنج يعني ايه ادريسنج يا عم؟ العناوين دي بتوصلها فين؟ ده الطريقه اللي انت تحل بقى الاسبوع الجاي في الامتحان. اه عندي انبوت رقم واحد ستارت. هوصله على اي 0 دوت 0 تمام؟ ستوب اي 0 دوت 1 ومفيش مانع ان انا اكتب جنبه نورمال اوبن عشان افكر نفسي ونورمال ايه؟ نورمال كلوز. فاضل مين؟ اوفر لود. ها؟ اي 0 دوت 2 تمام؟ مين كده ده الانبوت؟ الاوفر لود ده عباره عن كونتاكت عالي او سنسور عالي. الاوت ها؟ مين؟ الموتو ده على كيو 0 دوت 0 لو انت حالك ها؟ الجرين لاب او انديكيتور على كيو 0 دوت 1 الريد على كيو 0 دوت 2 في بعض الاحيان زي ما قلت لحضرتك ليك الحق ان حضرتك تعمل ايه؟ ها؟ دول كده الاوت الفيزيكال اوت ممكن خارج الستارت ستوب دي يبقى على مين؟ على مين زي ما قلت لحضرتك احنا هنسميه في الميه ام المفروض ام دي لها رقم
برضه 0 دوت 1 0 2 لغايه 64 عند حضرتك او ايا كان على حسب نوع البي دي سي عشان بس ايه ما نوقفهاش عند قيمه عند رقم بس انت تبقى فاهم يعني ايه ام دي اللي هي الميموري وورد بيحطها جوه الايه البي دي سي. انا الثلاثة ام موجوده عندي بشكل ستارت ده شكل توصيل الريلي كنترول اهو تمام. الانبوت مضمون اي 0 0 اي 0 1 اي 0 دوت 2 الاوت نفس الكلام ستارت وعندي لمبه للرن اللي هتبقى خضراء ولمبه للستوب اللي هي الايه الحمراء الموجوده عندك. لو انا حبيت اعمل البي ال سي بروجرام ثلاثة دايجرام ايه الفرق عن البرنامج اللي فات؟ في تاج؟ ها؟ في تاج ولا مفيش؟ ايه الفرق؟ ما انا ما ينفعش اجيبك امتحان زي ده او مكان زي ده امتحان هو الاقي ناس مقامه فيه؟ يبقى كارثه. ها؟ ايه الفرق عن البرنامج ده؟ بتقول ايه؟ تقول لي والله بص يا عم انت لما تضغط ستارت الموتور يشتغل مش كده؟ بس لما الموتور يشتغل اللمبه الحمراء بتاعته تقيل تقيل ولما الموتور يفصل اللمبه الحمراء سوري اللمبه الحمراء تقيل ولما الموتور يفصل اللمبه الحمراء بتاعته ايه؟ اكتب ايه في البرنامج تاني؟ ها قول يا عم اشطب بس كده وارسمها لك تاني بشكل كبير شويه. اللي انا عملته في البرنامج بتاعك الاولاني هذا الستارت بتاعي هذا الستوب الموجود عندي ها هذا الاوفر لود لو احنا حطيناه في واحد اهو وهذا اللاتش الموجود معايا لو كتبنا عليه زي ما قلت لك اي 0 0 اي 0 1 بالترتيب كده اي 0 2 وحرك بالذاكر طبعا بتكتب هنا كده الستوب ودي الستارت بتاعتي بس طبعا ده المفروض في البرنامج ما تكتبش وده الاوفر لود الموجود معانا وده اللاتش الموجود معانا اللي هو على حسب ما انت كاتب هنا. لو احنا سميناه بلاش في المية خلينا مليار في المية في ظروف يبقى ده مين؟ صح؟ ده البرنامج اللي فات ستارت ستوب لاي موتور موجود مع حضرتك. دلوقتي انا زودت في البرنامج لمبتين بيان. اعمل ايه بقى؟ ها؟ صح؟ هقول له لما كيو 0 0 يساوي 1 مين؟ دي الجرين بتاعتي اللي انت مسماها يا عم كيو 0 دوت 1 اللي انا سماها جرين اهو او اللي هو كاتبها هنا لندن. ها كيو 0 دوت مين؟ لا ده الامر بتاع الايه؟ ريد او ستوب صح كده؟ ولا في حاجه غلط؟ مين؟ لازم تبقى معكوسه صح؟ ها؟ 0 دوت 0 ولا 0 دوت 1؟ 1؟ تنفع 1؟ لا الناس صحصح معايا برغم انت فاهم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها وبساطتها ينفع هنا كيو 0 دوت 0 ولا 0 دوت 1؟ يوم ما تقف معاك وتخرب معاك تعمل ايه؟ حط ارقام. يعني حط ارقام؟ انت شغلت ستارت صح؟ عمنا ده مين؟ الموتور اشتغل صح؟ الموتور اشتغل السكان بتاعته كام؟ واحد. اللمبه دي كام؟ واحد. ده مين؟ لو احنا خدناه 0 دوت 0 ها؟ استنى يا عم شو شغال اهو خدت عكسه ما بكام؟ اللمبه دي بصفر صح؟ الكلام ده منطقي؟ اه هو ده اللي المفروض يحصل مش كده؟ طب تعالى نشيل دي ونحطها واحد هو بيعمل سكان ايه؟ البرنامج البي سي بيعمل سكان السكان سايكل بتاعته تك بقى اول رانج صح؟ ينزل على بعديها ينزل على الثالثه ينزل على الرابعه لغايه ما ايه يخلص ويرجع تاني يلف لفه مش كده؟ فاحنا عندنا انبوت سكان ركز عشان اكد على الحته دي تاني بروجرام اكسكيوشن ستوب
ثم اول ابديت دي السكان سايكل بتاعتي صح؟ البرنامج ككل خلص اول رنج ثاني رنج ثالث رنج خامس رنج مليون رنج ورجع ثاني جيم من ايه؟ من الاول مش كان؟ طيب في الانبوت سكان خلص مفتاح الستارت بتاعي فبص على الموتور فراح نفذ الرنج الموجوده معانا شغل مواتيره هنا بواحد دي بواحد هنا بصفر دي بصفر مش كان؟ لو احنا قلنا كيو 0 دوت 1 فين كيو 0 دوت 1 بكام؟ دي بكام؟ دي بكام؟ ها؟ صح؟ تنفع؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ حد عنده اعتراض؟ لا يا عم قول طبعا انا من هنا عايز اوصل لحضرتك حاجه ان مش شرط البرنامج يبقى له طريقه واحده اي حد بيبرمج كل واحد بيبرمج بايه؟ بدماغه لكن المهم في الاخر انت عشان كده المهم قوي حته السيموليشن دي لازم قبل ما تروح تنفذ على الريال تايم لان ممكن يبقى في حاجه ممكن تشتغل تبوظ الدنيا حاجه تتعاكس مع حاجه فعشان كده احنا قلنا ايه؟ فاكر المودرن سيموليشن هي دي سيموليشن برضه لازم تعمل سيموليشن البرنامج ده على السوفت وير عشان كده ادالك السوفت وير تعمل زي سيموليشن تمام؟ وتعمل ايه؟ عشان كده احنا بنقول لما اجي اوصل دايره زي دي ما هو مش رايح موصل الموتور مره واحده هجيب لمبتين بيان زي كده عشان حتى لو اتحرقوا واشتغلوا مع بعض لو ولوا حتى ما ايه؟ ما ياثرش معايا السيموليشن مهم قوي في سوفت وير بتدي سيموليشن من غير هارد وير من مره بلمبات حمراء وخضراء على الايه؟ اضغط كده خليك انت تضغط على المفتاح ده ديك فاسيلتي انت تضغط على المفتاح ده جوه السيموليشن لما تضغط ستارت يعمل لك اخضر هنا كده لما يعمل اخضر خلاص دي بقت خضراء فدي بقت ايه؟ بقت خضراء اصابع طب اضغط ستوب يا عم بالماوس انت برضه هتلاقي نفسك ايه؟ اللمبه الحمراء ايه؟ اللمبه الحمراء ايه؟ لو سمحت وانت بتبرمج بي بي سي السيميليشن اهم من التنفيذ في العمل. ليه؟ لان السيفتي اهم من انت اسمك عملت لي بتعمل بي سي. لا حافظ على ايه؟ على البروسس مانجمنت. عشان كده احنا هنا في البرنامج الموجود معانا كل اللي عملناه عمل ايه؟ كان دخلنا الموتور قلنا الموتور ده شغال لمبه ايه؟ الخضراء وعكس الموتور اللي موجود معايا شغال لمبه ايه؟ الحمراء. طب ايه رايك في الالوان الموجوده على الفتره دي؟ الالوان دي مخطوطيه الالوان منطقيه؟ انت ما ضربتش الصف لسه توابع صفر صح؟ لو ضربنا عليك واحد مش كام؟ ده الاسطول اللي هو المفروض واحد برضه لكن ما حصلش الموضوع على الموتور فالموتور مش شغال صح؟ طيب الموتور مش شغال اللمبه الخضراء ايه ده؟ ولا مش فايده؟ مش فايده بيضاء ايه لسه ما اتضربش طيب اللمبه الحمراء ها؟ اللمبه دي الحمراء ايه؟ طب اهي يعني وبالتالي الخيار بتاعتي موجود في ايه؟ يقول لك النور بتاعها ولا مش طب شوف الخطوه الجايه لما تضغط الصرف لما اضغط ايه؟ الصرف لما اضغط الصرف خدت بلاش الموضوع معايا برضه السكه بدات ايه؟ بدات مقفوله النور ده لما اشتغل خدت النور الحراره اللمبه ايه؟ اللمبه الخضراء الانديكيتور بتاعها نقطه النور اصبحت لما اللمبه الخضراء دي شغاله ها؟ خد عكسها بالظبط السكه دي اتقطعت على اللمبه ايه؟ الحمراء وبالتالي الانديكيشن بتاعها بدا ايه؟ يتغير على حسب الفيز بتاعها. تعالى بقى للمثال اللي ممكن يبقى فيه شويه كلام عنه. ده نيجي كنترول. ايه رايك كده؟ نيجي كنترول او فلويد ان تانك. يوز يعني بامب موتور. او موتور بامب ايا كان يعني هنسميها ايه؟ اوبريشن يوز نورمالي كلوزد سنسورز. نورمال مين؟ عشان كده بقول لك لازم تقرا السؤال كويس. نورمال مين؟ بوز سنس لو انت تعرف ممكن نسميها حساسات او سناسر بلاش تكون سناسر ها معاك كل سناسر بقى وبلباط وبلباط ها حاجات من دي لو سمحت بلاش بلاش لو سمحت اتفضل افتكر مره كده لما تقول سناسر كده هتلاقي واحد ايه؟ بلاش مش طالبين مسانيس احنا شغل المسانيس بتاعنا اللي بره ما ينفعش
لو سمحت لما تطلع كلمة بره انت راجل مهندس خليك قد الكلمة اللي انت شايفها. لا انت عارف لو قلت حساسات احسن ما تقول سلاسة. يعني ما تقولهاش انجليزي عشان مش عارف تعمل انجليزي بس قولها حساسات. قول الجسات ساعات بيسموها جسات. تمام؟ يعني لما تقرا في اي كتاب كهرباء عربي تبقى جسات. تمام؟ طيب ده شكل الرسمة الموجودة قدامي. عندي ارتفاع. ثانية في سائل. السائل ده عايز املاه. عمال امتى؟ ها؟ ووقف امتى؟ عندي بمبة اهي. الموتور ده هو اللي شغل البمبة. هي البمبة فيها موتور ولا موتور بمبة؟ بمبة موتور ولا موتور بمبة؟ ها؟ البمبة موتور بس ولا ها؟ يعني اصلا في الاخر الموضوع المنبه دي عباره عن موضوع في الاخر صح؟ بس ايه؟ بتضغط الهواء بتضغط الميه بتاعتي او الفلويد بتاعي ايا كان ليه؟ اتجاه معين. في الاخر انا هوصل مين؟ الموضوع بتاعي صح؟ لما عندي كونتاكت يا عم عندي مين؟ في الاخر هو الموضوع ده اللي هيبدا يملى الايه؟ يملى التانك بتاعي. تعالى بقى نرجع للحته بتاعت الرسائل او الحساسات او السنسورز الموجوده عندي تمام؟ بقول في لو ليفل اللي ايه؟ لو ليفل وعندي هاي وعندي لو ليفل وعندي هاي ليفل. لما مستوى الميه يقل عن لو ليفل بشغل الباص بتاعي صح؟ وافضل مشغل لغايه ما اوصل الهاي ليفل. الحته بقى الفنيه هنا خلي بالك من السيكونس بتاع الكلام. ليه؟ لان انا ممكن مستوى الميه تحت اللولي اذا وصلت معايا بالله عليك. انا على فكره لغايه النهارده الصبح ما كنتش حاطط الاسباب. انا خدته النهارده الساعه 6 الصبح. بس انا عايز اوصل حاجه ليه؟ اللولي دي الميه تحت فالموضوع اللي يحصل له؟ اشتغل يفضل شغال لما اوصل لغايه الهاي ليفل يقول له عامل كفايه انا هتملك المفروض ايه؟ اوقف. فاكر ده الكلام. طب انا جيت سحبت شويه من التانك ده ايه اللي يحصل؟ لا ركز بقى هو بتعتمد على الفورس بتاع حضرتك. المفروض لو انا نزلت من اللوبي بتاعي المفروض ايه اللي يحصل؟ تانك المايه اللي بتجي عندك فازاي؟ اول ما مستوى الميه ينزل المفروض يشتغل عشان ايه؟ تسحب الشويه اللي انت تحطهم ده زي ناس قالت لك لا هفضل اسحب 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 لغايه ما اوصل للوبي وارجع اشغل تاني. عشان كده قلت لك لو سمحت خلي بالك من سيكونس التشغيل. لان خلي بالك سيكونس التشغيل هيخلي البرنامج ايه؟ مختلف عن الكلام دلوقتي. ليه؟ لان انت الراجل نفسها امتى الموتور هيشتغل؟ هل انت لازم توصل للويل يعني هو هيخلص الكلام كله بعد كده يدعي ولا لو قال عن الويل اللي بيشتغل؟ يعني سوري لو قال عن الويل اللي بيشتغل ها؟ انت لو خليك 1 سم يشتغل طبعا. بس انا ايه؟ كل شويه عمال اعمل نقطه اخرى فده سيبتي المفروض ايه؟ اضمن. بس في بعض الاحيان ما ينفعش كده. صح؟ في عمليه بتعمل ايه؟ مستوى الميه على طول التانك كله. شغال ايه؟ في بعض العمليات كده عشان كده يقول لك ايه؟ لو سمحت انت بتبرمج بي سي او بتعلم برمجه بي سي او بلاش عامل ضرب تبص على برنامج بي سي بره افهم السيكونس بتاع البروسيس ازاي؟ منين؟ من المانيوال بتاع حضرتك او من واحد اقدم منك موجود عندك عنده اكسبيرنس عشان العمليه دي شغاله ازاي؟ هنا يقول لك لا انا تحت اللو ليفل هشتغل شايف؟ هشتغل لغايه ما اوصل للهاي ليفل الهاي ليفل اللي يقول لك بقى الموتور اسحب زي ما انت عايز بقى من ايه؟ من المفتاح بتاع الصرف ده زي ما انت عايز تخلص بس ايه؟ مش هشتغل تاني عن الموتور الا ما اوصل للهاي ليفل تاني مره برضه لو عكسنا قلنا ان هو هيشتغل اول ما يقل شويه عن الهاي ليفل يبقى السيكونس ايه؟ الانبوت الادريسي اه بس انا هو الادريسي هو يعني ايه هو الكروز سنسور في الليفل سنسور ده يعني هل ينفع استخدمه هم يوم؟ ممكن ده ممكن ده بس طريقه الفلسفه بتاعت برمجه ممكن تبقى مختلفه شويه.
يعني لو انا خدته بص كده ده اللي هم ايه؟ كلوز صح؟ ده هو ميه جت خلص على خمسه من ناحيتها يعني انا بص كده ايه اللي حصل يعني هو الميه مش عليه ركز عشان برضه ده هيساعدك في البرمجه لازم تبقى فاهم السنسور ده شغال ازاي؟ يعني ايه اللي هم الكلوز ليبل سنسور اصلا؟ الليبل سنسور اهو ريشه ايه صح؟ دي ريشه صح؟ مقفوله ما عليهوش ميه دي اللي كام؟ انا مكتب بقى انا الحاجات ده هو الوقت مكتوب اهو صح؟ ما عليهوش شوف الكلام اللي انا بقوله عشان كده اقول لك ايه؟ عشان كده اقول لك الحفاظ الكنترول بياخد الكلام من بقك من الترجمه انا بقول تاني برضه مع الحفاظ الكنترول البي سي بياخد الكلام من بقك من الترجمه صح؟ احنا عندنا الحفاظ اللي هي بره الحفاظ يقول لك اتكلم وانا بره البي سي نفس الكلام بقول لك ده نورمال ايه؟ نورمال كلوز عليه ولا ما عليهوش؟ ما عليهوش لما الميه تجيله لما الميه تجيله صح؟ واضح؟ اللي هو مقفول في وضع الطبيعي ما عليهوش ميه بدي كام؟ ما عليهوش ميه بعد ما بعد ما هو نورمال كلوز حاجه واحده بص انا شايف اكتر حاجه في البي ام سي حته النورمال اوفر نورمال اوفر مش سيمنز مش سيمنز ولا شايدر ولا احمد ولا محمد انا وجهه نظري كده من يوم ما درست البي ام سي من 2000 من 2000 كام؟ من 2006 ما انا بدات البي ام سي ما انا بقول هو لو فهمت نورمال اوفر نورمال كوز ازاي يطلع في بطن تاني سنسور مقفول اهو نورمال كوز صح؟ نورمال كوز يعني الاثنين كونتاكت جوه حاطين على بعض صح؟ لما يجي له ميه الميه ده لو ضغط على الريشه ممكن يعمل ايه؟ طيب هعمل نفس السؤال ليه بتسويتش؟ ماما يا ولد ها؟ والبوابه مش ضغط عليه ومدي كام؟ لما البوابه تيجي تضغط على صابعي ده تزقه تعمل ايه؟ ده نورما يا ولد شايف؟ اصبح نورما يا ولد تربطي؟ اه وشك بيقول لي انت تربطي بس مش مشكله تاني كلام في ليفل سيستم ليفل سيستم يكون نورمالي يا جماعه اللي جايين هنا انا كلامنا مش مبتدا وانا بقول لنفسي والله بقطع تبقى مسخره السنين دول بره من الخطوط اللي انتهت والله في البيت ما بقول لك بس انا ده عليا مش كده كل عند ربنا بوحش نورمال كلوز اهو صح؟ وانا معيش ميه خلي بالك ممكن سنسور تاني يبقى الكلام اللي انا بقوله ده مش مظبوط عكس وانا معيش ميه ها؟ مين دلوقتي؟ اول ما تيجي الميه عليا ادي صوت واضح؟ هم دول وضعين سنسور قدام حضرتك عشان كده سيبك بقى من الحته الجايه دي بص كده كان فيها تحت سيبك بقى من الكون انا هقول لك انا بتكلم في الوقت ده الاتش ال والال ال انورمالي كلوز ذس مين ها وين نو ليكويد يعني السويتش بتاعك عشان السنسور بتاع حضرتك بيديك شوف كام؟ وده يمكن معاك البرمجه هو كان خد بالك لو هنا ليكويد هنا يعني السنسور بيديك جزء كام؟ ها؟ اذا كان مقفول اول ما بدي عليه تضغط عليه تضغط عليه تضغط ايه؟ زقابي ده عكس الليفل سويتش اللي احنا قلنا عليه بس نورمال اوفر صح؟ هو كان اوكتيف ولا حاجه اهو اول ما البوابه الليفل سويتش يا عم الحاجه اللي مش عارف الليفل سويتش ده شغال عليه تاني تاني ايه بالظبط حته قد كده مش عايز تنزل تيجي البوابه اللي انت بتواجه الشركه دي تعمل ايه؟ تضغط الشريك بتاعك اول ما طلع الشريك بتاعك هنعمل ايه مخصوص البوابه؟ يا عم البتة حاسب خلاص مش هو خلص صح؟ تعمل ايه؟ بلد هو طلع عامل ها؟ ما كانش في سويتش مش ده؟ انت البابا دي طيب انا ما دخلتش صح انا وطبعا مين فتح البابا اصلا؟ ميكروفونس بقى انت تاخد معاه ميكروفونس؟ مش كده مين فتح البابا اصلا؟ البابا دي خلي بالك بص
بيقول لك استخدم صوب الموتور فتح بوابه فتح بوابه جراش كاونتر عند ثلاث عربيات في الجراش كده طيب مش عارف ايه فتح القفل وشمال الازاز دي طبعا سهل البوابه اللي بتفتح اوتوماتيك دي مين اللي فتحها؟ انا لما جيت من البوابه في سنسور يحس بيا مين يحس بيا؟ يحس بيا الحس البطيء سنسور ال ها؟ سنسور الحياه قبل نظر ليزر سنسور طب لو طياره طياره مين؟ والله في ناس بتعرف طياره يعني ايه؟ لو كان سنسور صح؟ في ناس مش عارف طياره يعني ايه؟ فهمت رايك؟ كان في شعره بقى ده الترانسميتر ريسيفر موجود معاك حضرتك قطعته شايف؟ لما قطعته ايه حصل؟ السنسور ده الوقت بابا ايه؟ ماما الكوز وماما الراجل انا قلت لك ما عنديش بي ان سي عشان بس الناس اللي هو في بابا هناك انا بفتح معاك مواضيع شعر الضوء اللي قايل من الترانسميتر والريسيفر اهو عند البوابه المفروض الشعر ده مستمر صح؟ حضرتك قطعته ماما الكوز وماما الراجل هو كان بيدي واحد وانا لما قطعه المفروض يتكلم جلد الست كان بعكس حالة السنسور ده وانا شجرة الموتور اللي جبتها للبوابة. طب البوابة ده ست بوابة انت يا عم. بص انا جاي عليك الموتور انت شغال ده ركز عليها بالله عليك. عشان الابلكيشن دي مش هقولها انا ساعات ان شاء الله هخلصها. الموتور اللي فتح ده عشان قررت تخش الموتور يحصل بعد ما تخش. ها؟ دي معايا الموتور كنت صغير؟ فبتعملها ازاي؟ مش كده طبعا الشعاع انت ممكن تعدي بس انت لسه ايه؟ ظهرك في البوابه او نمط البوابه مش كده؟ الشعاع ده كان صح؟ المفروض يحصل ايه؟ دي قبل السنس يعني عشان كده انا ساعات بحط ايه؟ دري فاين حتى لو حاجه مش سافره مش كده؟ دي عشان اضمن ان البني ادم ده بيدخل جاي ولا من العربيه لازم هو داخل يوصل يجيب وراه ويجيب الطاقه انا ايه؟ بضمن ان انا سيف مد الجري فاين مش كبير لكن اضمن ان الشخص ايه يرد عليه. خلصنا من الفتح عايزين نقفل. الجري فاين كريس والخلاص والسنسور والاشاره ايه كل حاجه تمام ايه بقى؟ مش بالتايمر لسه جاي معايا. فكر معايا اعمل بالله عليك وركز. احنا بنبور في مشكله في الفتح. سنسور تاني هو تاني. يا اما اي ار سنسور يا اما ليزر سنسور يا اما انا بصور لك الموضوع ده اشتغل بصور لك مش طبيعه السنسات مش هتفكر ولا غلط لان انا غلط لازم اقول لهم ايه؟ ان انا لازم اخد بوابه لكن الاقصى بصور لك بيجيب عن بعد مش هقول لك في مسافه بينك وبين اه في بوابه بتفتح عن بعد بس ايه؟ مش مستمره طيب انا بعد ما فتحت البوابه خلي بالك لو سمحت ركز معايا الموتور ده سيب فيز تاخد بالك فيز انتوا ما عندكوش صح؟ سيب لي فيز موتور انت فتحت الموتور اهو فالموتور ده امتى؟ ها؟ لغايه ما يقف في البيت السيشن اللي انت بتتفرج عليه هو حاططه في حته حاليا كتير بتصور لبره اهو هنا كده الباب لما جاي تاو فينا ادى واحد المفروض اقول الموتور ايه؟ ركز بقى لو سمحت اقول له ستوب ولا اعكس الحركه؟ على حسب ها؟ كلام واضح اللي انا بقوله ولا بقوله في الخط غلط. كلام تاني. البوابه خبط التعبير ده صح؟ كده؟ بلم سويتش اخد اشارته لما يبقى واحد بلم سويتش ده هو اللي بيوصل على البي سي في الانبوت في الانبوت رقم مش عارف كام. اوقع فيه الموتور ولا اعكس حركه الموتور؟ لا انا لا انا وقفت صح؟ اوقف وبعد كده لما يجي لي اشاره عكسيه في السنسور لو طلع الاشاره رجعت او في سنسور كده احطه انا زياده اضمن ان اليوزر بتاعي عدى لكن كنت موتور بتاعت عربيه يبقى ساعتها ممكن احط اضمن سنسور كمان ليه؟ مش هجيب من العربيه مش عدى مسافه نص متر من البوابه مثلا ساعتها ارجع ليه؟ لا يبقى الاهم مين؟ اوقف وارجع بعد شويه شغل تاني عكس الحركه تعرف تلاقي بس حركه الموتور دي حاجه اه قول لي اه ها؟ ازاي بقى؟ هو موتور واحد صح؟ فتوصلها نفس البي ام سي تعكس حركته ازاي؟
ساعتها يستخدم التوكن ده. هتقول له بقى نستخدم ده. ماسكين ثلاثة بيز دي سنجل بيز. واضح؟ طب عكس الحركة زي ده يعني معلش الناس اللي عارفة سيب الناس اللي مش عارفة تقول عكس حركة الموتور ازاي؟ فيزيكال. لا عم ياسر قول فكر يا عم بقى. انا عايز افكر النهارده بقى كان اي حد مسؤول انت ما تفكرش يبقى المعلومة على ذاتك. سنجل فيز موتور ازاي هتتحرك؟ في مثلا في 30 بروسه وضغط الالمنت في الرمان صح؟ هتنطبع معايا. قول لي هو كويس ولا وحشين؟ انا عايز اسال. وانت بتعمل نفسك برضه. هي انا بس ما تخش تاكل باللعب. نرجع لو ما فهمتش الكلمتين اللي تكون تحت دول الدنيا واقفه. اشكال ايه؟ ليه؟ تعالى كده نعمل برنامج. ده الموتور اهو الرمان بتاعك صح؟ سبب بقى بيستخدم الصندوق القصه الفاشل كله. مين دول؟ ده هو هيلفن واللولي. اقول لك ازاي؟ الكلام ده صح؟ نورمال كروز. قال لك نورمال كروز. سامع ها؟ احنا بنتعلم صح؟ فاغلط زي ما انت عايز واثبت زي ما انت عايز بس اهم حاجه ايه؟ دي تشتغل خربت معاك زي ما قلت لك تاني حط صفار وحايد انت بتقول يا عم السنسور دلوقتي عايزين نشغل الموتور صح؟ عايزين نشغل نملى التانك ده نملاه ازاي؟ لما اللو ليفل يقل إيه الميه عنه يشتغل لما الميه عن اللو ليفل الهاي ليفل يشتغل صح؟ الكلام ده صح؟ ها؟ هو الطبيعي ايه؟ خلي بالك الكلام ده صح امتى؟ لو هو نورمال اوبن صح؟ عشان كده قلت لك ركز في موضوع نورمال اوبن نورمال كلوز لانها اكتر حاجه في مرمطه البي اس السنسور اللي انت مستخدمه ايه؟ وطريقه تشغيله ازاي؟ هو مد ايه ساعه ايه؟ مدي كام ساعة كام؟ لو احنا بنتكلم هنا نورمال اوبن سنسور الموجود مع حضرتك لما اضغط عليه ها يدي كام؟ يدي واحد مش كده؟ اعمل ايه؟ ركز عشان انا المثال ده اهو هو مثال صغير ومعاك انه ملوش لازمه بس في شويه حاجات كده في الفيلم عايزين يفهموا مظبوط لو انا خدته نورمال او يبقى هو طبيعي ايه؟ كده صح؟ مش كده؟ ركز يا عم مين دي كام؟ صح؟ التاني كويس مين دي كام؟ الموتور هيشتغل؟ طيب هو مين دي الصفر كده؟ في ميه على المفروش هو انا بس عايز اخد راي الناس ايه رايك في البرنامج البسيط ده شايف ان هو لو جبت الامتحان الاسبوع الجاي ممكن يلخبط الناس ويبوظ الدنيا اه يعني شكلك حالك في الامتحان ما تقلقش اهي تاني المفتاح ده كده صح شايف؟ عليه ميه؟ ما لهوش يعني اللو ليفل ايه؟ مفيش ميه عليه ركز بقى لو سمحت ركز في الكلمتين اللي قلت اللو ليفل اهو مفتوح اهو شايف؟ ما لهوش ميه المفروض الموتور ايه اللي حصل له؟ يبقى انا المفروض اعمل ايه هنا؟ لو هو نور ما يقوم صح؟ انسى ده لو هو نور ما يقوم ما لهوش ميه احنا مدي كام؟ مد صفر لما انت صفر هنا خدته بكام؟ بواحد صح؟ الواحد يشغل ايه؟ البمب. ايه؟ كلام مش منطقي صح؟ ولا منطقي؟
سيبك بقى يا عم انا ماليش دعوه بالحاجات دي اهو. انا بقول ايه؟ سنسور والله انا سوق بقول لك ما كنت هحطه. قلت ايه؟ هات حطه ايه؟ اما نشوف هنعمل ايه. نورمال اوبن سنسور. اللي شايف حاجه غلط انا بقولها يقول لي انا ما عنديش مشكله على فكره. جايز اكون غلطان. نورمال ايبون سنسور صح؟ ما لهوش ميه. معنى ان ما لهوش ميه يعني المفروض اللي يحصل الموتور يشتغل. انا بتكلم على سنسور واحد صح؟ لما الميه تيجي تضغط عليه تقوم ايه؟ افلام هيدي واحد. لما تقفل المفروض هو سنسور واحد خلاص الموتور ايه؟ يبطل بقى مش كده؟ طيب احنا الاوبن بيقول لي ايه؟ نورمال اوبن فما لهوش ميه فالموتور المفروض يشتغل مش كده؟ يبقى هنا بكام؟ بصفر. الصفر دي اعملها في الفرنج شكلها عامل ازاي؟ اعكسها عشان يشغل ايه؟ الموتور. الميه لما جت على السنسور ده عملت فيه ايه؟ ها؟ قفلته بقى بكام؟ خدت هنا بكام؟ الموتور المفروض يقف. على سنسور واحد. لو سمحت برمجه البي ال سي بسط الامر حته حته. هتروح تبص على البرنامج كله والله العظيم انت هتفهم حاجه من هنا لغايه السنه الجايه. مش هنعمل اي حاجه. خدها رنج رنج. طيب هو الموتور ده او البامب دي المفروض تشتغل امتى؟ لما اللي تحت مش شغال وبرده اللي فوق نفس الكلام مش كده؟ فاهم اعمل ايه؟ اللي احنا زودناه ما هو نفس الكيس مش كده؟ برضه لما يبقى بصفر وخلنا عكسه الموتور برضه ايه؟ يشتغل لو احنا لغينا الايه؟ الاوايه ده. طب عايزين نحط الاثنين مع بعض. ده وده الاثنين مع بعض، افرض الحالتين موجودين عندنا مفيش ميه اصلا في التانك خالص. ها؟ في سيكونس تاني يقول لك ايه؟ معلومه بس ومعلومه ليه؟ عشان كده بقول لك خلي بالك من الكلام السيكونس شغال صح. في مشكله في دي؟ ده لو نورمال مين؟ نورمال ايه؟ نورمال كلوز. نورمال كلوز يعني ايه يا عم؟ انا بشتغل بعتبر نفسي ما فهمش اي حاجه في البي دي سي وعايزك تعمل يوم الاسبوع الجاي في الامتحان كده. ده مين؟ نورمال كلوز يعني هو كده كده ايه؟ حطيته كده فريشه قافله على بعضها اما المايه تيجي تضغط عليه يوم فات. نورمال كلوز بكام؟ هو يعني مفيش ميه واقفه عليه يعني الموتور المفروض يحصل له يشتغل. يبقى لما يبقى بواحد اعمل هنا صح؟ بواحد يبقى بواحد الموتور يشتغل. نفس الكلام الناحيه الثانيه اهو يمكن اهو ده بكام؟ بواحد مفيش ميه عليه برضه على الهاي ليفل. فلما مفيش ميه على الهاي ليفل ايه اللي يحصل؟ الموتور المفروض يشتغل. فلما اخد الواحد اخدها زي ما هي صح؟ الموتور بتاعي ايه؟ بتاعي يشتغل. فرقت ولا ما فرقتش؟ كلمة نورمالي اوبن نورمالي كلوز واحدة هي عاملة مش كده؟ والتانية تحتها يا عم خلي البساط احمدي كله زي بعض مش كده؟ تفرق؟ اه تفرق ماشي حضرات في مشكلة؟ وضحت الحتة دي؟ تعالى نشوف وصل الراجل ده لمرحلة وصل الراجل ده اللوري دي نورمال كلوز هتلاقي هو في الرسمه كده عامل ايه؟ في هنا شرطه كده زي دي. شايفين على وهنا الشرط بتاع النورمال او الخليج ده عمل ادريسنج الايبوس بتاعت اللوري دي اللوري دي والهاي ليفل على 0.0 0.3 خد واحد. ايه رايك لو كلكلتها شويه قلت حط ستارت ستوب؟ صعبه؟ اللي هزوده هنا ايه؟ بس واكمل البرنامج بتاعي تحت. طبيعي ان حضرتك في اي برنامج لازم تحط ستارت ستوب. مش كده؟ طيب. هاي زيرو زيرو هاي زيرو واحد الموتور على زيرو زيرو ايه؟ واحد وخدت حاجه اسمها تيرمينال يوتيليتي ريلي. يعني ايه؟ حاجه مساعده كده. نقط مساعده شفت الريلي والكونتاكتور نقط مساعده وخدت برضه ايه؟ ليمر ووم او ليمر مثلا من الكونتاكتور في المياه هنا دي حاجه ايه؟ مساعده ليه؟ عشان هاخد دي الاول وبعد كده اشغل بقى ايه؟ الموتور وشغل بقى البار وشغل بقى البار وشغل بقى نشوف الايه؟ في البرنامج ده. بص كده بعد ما عملنا الريسك اللي موجود عندي كده في البرنامج ده. المعلم اول ما شاف كده قال لك ستارت ستوب. يا ترى ده ستارت ستوب ولا لون الموبايل؟ والله انا بتقول يا ترى بس كده. Thank you.
صور ان انا هخلص الزلبه هروح جبت 5 زي مثلا طبعا كل برنامج وكل حاله لها حالتها الخاصه فانا عشان بقول لك لازم تبقى فاهم البروسيس شغاله ازاي ده انا رم ايه ليفل سنسور لو ليفل يعني توضعه بدي كام صفر طيب انا لو جبت ليفل سنسور كده ورميته نورمال اوضع في حاجه اثرت عليه اهو ايه يا بابا جت الميه عليه عملت ايه؟ قفلت الفحم يبقى هو الطبيعي بتاعه وهو ما لهوش ميه مدي كام؟ اول ما الميه تيجي عليه يدي واحد لما هو ما لهوش ميه المفروض التانك ايه اللي يحصل له؟ يتملى فلو هو نورمال اوبن ليفل سنسور فمدي صفر اول لما يبقى يدي صفر عليه المفروض البمب ايه؟ البمب اون ابرمجها ازاي ها ينفع كده
ووضعه كام دلوقتي؟ صفر، صفر بره وصفر جوه، يبقى صفر هنا. هل الكلام ده صح؟ ده المفروض اعمل ايه؟ اعكسه. ممكن العكس يبقى كده، وفي بعض الاحيان ساعات بيعملوا كده. مش كل الوقت البطاقه يعكس الاول. يعني ايه اكنه ايه؟ عكس الاول. خلينا في الطبيعه. يبقى عمل ايه؟ ها؟ عكس. فهو صفر ما لهوش ميه، البمب المفروض يشتغل هو صفر بره مش كده؟ خدته هنا بكام؟ واحد، فالبمب بقى بكام؟ واحد. نفس اللي عملته في الهاي ليفل. الهاي ليفل ما لهوش ميه بره بكام؟ بصفر مفتوح نورمال اوبن خلي بالك. فالبمب المفروض ايه؟ تشتغل. اعمل ايه؟ عكس. انا قلت لك هنا البمب هتشتغل في الحالتين يا اما ده وده مع بعض الاثنين. فعملنا ايه؟ خلي بالك ده النورمال اوبن اهو. طالما نورمال اوبن يبقى عكسه ايه؟ جوه. طب لو هو نورمال كلوز يعني نورمال كلوز؟ ها؟ مقفول صح؟ يعني هو ما لهوش ميه، ما لهوش ميه بكام؟ بواحد. طيب ما لهوش ميه ده المفروض البامب يحصل لها؟ ها؟ البامب ايه؟ البامب برضه قول. ابرمجه ازاي؟ ها؟ وهو ما لهوش ميه قيمته بكام؟ ها؟ البامب يحصل لها ايه؟ بس ده نورمال يمين واضحه؟ اقول تاني نفس الكلام بالنسبه للهاي ليفل، حط راسك كده اهو مش ده؟ بس الاثنين دول نورمال كلوست. شايف الفرق؟ شرطه بس الموضوع مختلف. طيب دي وعرفناها، الاند اللي فوق دي عرفناها، ايه بقى قصه اللاتش دي؟ اشمعنى؟ اشمعنى عمل لاتش؟ عشان لما تفصل مع الاي ما يفتحش هنا لما تنزل على الجو. ركز بالله عليك يا عم. نزل الصدر. ركز بالله عليك. دلوقتي انا جاله اشاره من لو ليفل ان الموتور المفروض يشتغل صح؟ فده مين؟ بواحد صح ولا ايه؟ قام الموتور شغال ده بواحد وده بواحد فالموتور ايه؟ شغال صح؟ عمنا ده قام جاي فاصل. فصل امتى؟ هو ممكن لو ليفل ده تحطه تحت في قاع التانك اول ما يجي عليه ازازه ميه خلاص كام؟ قيمته بكام دلوقتي؟ ها هو نورمال كلوز خلي بالك قمت مفتوح اصبح قيمته بكام؟ في الحاله دي اللي هيحصل للموتور حلو فلازم اعمل له ايه؟ ده فاكر ولا بلاش؟ ده انا يا دوبك بس عندي كيلومتر حد فاهم حاجه؟ اقول تاني يا عم قول والله لو عندي سعادة اقعد معاك بس اربعه بس انت ما عندكش سنه عادي مش مشكله انت بطلت سنه يا عم سعادة تاني لما ده يشتغل الميه هنا ايه؟ صح؟ عند تطلع قدام اول ما الميه تزيد عنه 1 مللي حتى هيقوم عامل ايه؟ فاصل لما يفصل الرنج دي او الخط ده كهربته فصلت عن خلاص قطع الرنج دي او اللاين ده من هنا كده فالسكه فصل الموتور يفصل كام؟ عشان يقول لك ايه؟ اعمل له ماتش حاجه من بعد صح؟ طيب عندي تعمل ايه للتاني؟ التاني انت عشان تلاش على الدين يعني؟ انت كده لسه ما وصلتوش. لا الاخطر اللي تحت مش لفوق. انت عارف انت حتى لو وقفت الموتور وهو فوق انت ضامن ان اللي ايه؟ عليه ميه لسه. فانت حتى لو فتحت يعني مثلا لو عندك حاجه مثلا لو بيقولوا كده ميزان انت عايز تنزل شويه ميه فانت ضامن ان ليفل هيديك شويه ايه؟ اللي شغلوك لغايه ما تبني. فلازم تبني. اثنين عمل ايه؟ الاثنين هم زي ما قلت لحضرتك ايه؟ ضامن الجوز معاه فتدي الدواء الدواء تخليه تنضم ايه؟ نظام شغال. بص كده هنا. ده اشتري هنا.
اول ما الاقي اخر واحد يكون ايه عامل اشي عليه عشان حضرتك لو جت مصر السكه بدل ايه بدل شجاع عشان كده في حاله الموتور بص لكن في حاله ايه الموتور ايه الموتور كله تعالى نشوف الحاله اللي بعدها ايه اللي حصل هنا ها لو ليه بيتفصل اهو خلاص الميه عدت عليه المفروض يكمل شغله ولا ما يكملش الموتور شغال لسه عشان يوصل لمين الهاي اللي عشان اتعمل هناك مره واحده خلي بالك ازاي الموازين ممكن تبقى مختلفه في حته ثانيه طيب لما عمل كده السكه دي شغاله فما زال ايه اللاين بتاعك اه لا وصل اللاين ايه الثاني بص الحاله بقى ها ايه اللي حصل هنا؟ لا فصل هو ليه وصل اه يبقى الموتور يحصل له ايه؟ يحصل له خلاص احنا وصلنا للميه. طب الحل اللي بعديه. مين؟ حتى لو الميه قلت عن الهاي ليفل ما زال ايه؟ الدنيا واقفه. صح؟ نسيت وسائل يقول لك لا يا عم اول ما يقل شرش البرمجه بتاعتي تبقى زي كده؟ اقول له لا. ها؟ بس عايز انا ايه؟ في حاجه في البرمجه لازم اعملها عشان اخليه يشتغل اول ما ايه؟ ما يرجع اللو الهاي ليفل ايه؟ ينزل ميه عليه. طيب طالما مش كده زي ما قلت خلاص. انا هنا برغم ان ده شغال ها؟ التاني ده ايه؟ السكه واقفه موجوده معايا. بص كده يشتغل ايه تاني؟ ها؟ شباب وده معوض ينزل تاني الميه ده برضه زي ما قلت لك تاني واكرر السيكونس نفسها هي اللي تحدد طريقه البرمجه بتاعك بتاع الجي الموجود عند طيب في مشكله كده حضرات ثاني النورمال اودي والنورمال كوز عايزه في الامتحان او في اي برنامج بي سي بعيد عن الامتحان او السنه دي اللي انت عايز تخلص منها دي لازم تقف معاها شويه ماشي يا عم الحاج ها هجيب لك مساله زي دي كده اه صعب مش سهل برغم تفاهة الكلام لان هو موضوع مش ايه مش سهل طب لو استخدمت واحد نورمال يقول نورمال كوز انا مش بعجزك انا بقول لك دي لازم تشتغل بتشتغل ازاي؟ بتشتغل بالزيرو الوان مش اكتر من كده واضح؟ واضح؟ مين؟ فايدته ايه التايمر؟ انا مش هشرحه بس هقول لك هعمل ايه؟ ها؟ اديك مثال بسرعه كده؟ رسمه بس مش اكتر من كده. ايه دي؟ هي ازازه الماء دي بتاعتها دي بتتملى ازاي؟ دي بتتملى ازاي؟ يعمل لها كاليبريشن صح؟ الازازه دي لما افتح منافعها الاخر تاخد مثلا خمس ثواني مش كده؟ يبقى انا محتاج مين؟ طيب الكبس ده محتاج قد ايه؟ ها؟ تايمر صح؟ فالدنيا في البي سي كلها معظمها تايمر وكاونتر محتاج اطلع كام ازازه في اليوم؟ مين قال لك انت طلعت 1000 حته في اليوم؟ محتاج كاونتر صح؟ مش كده؟ محتاج اقيس انسبكشن او اعمل انسبكشن او اعمل فلز للبرودكت يا ترى ازاي دي طالعه طبقا لمواصفاته مش طالعه؟ ها؟ طب لو مش طالعه؟ يبقى في ايه؟ في اكشن لازم تاخد من الاكويتور موجود مع حضرتك يبقى انا بقول لو الازازه دي مش تبع المواصفات اللي انا محددها مش دايره مش مربعه مش مستطيله مش 10 في 10 مش 15 في 15 تعمل لها اكسكلود من خط الانتاج المقول عنه ساعتها بشغل لو انا بقول انا هشيل دي بارم روبوت يبقى انا الكنترول فين؟ عشان الموضوع مش واقف على حته موتور والموضوع مش بسيط لا ما ممكن البي سي ده يتحكم في مين؟ في روبوت ارم عشان بس ايه ما تستسهلش الموضوع تقول ده الموضوع لمبه ومفتاح لا يبقى التايمر ممكن بص كده حد شاف دي قبل كده؟ لمين دي؟ خط انتاج كوكولا